باي باي. يا كوم يا زينة، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده، وانت كنت فين؟ جايانك. اه طب وقبل ما اجيلي كنت فين؟ كنت عند صاحبتي. صاحبتك؟ اه. انا ماشي وراكي ربع ساعة ماسكة التليفون بتكلمي مين يا زينب؟ ربع ساعة كاملة بتكلمي مين؟ انت بتراقبني؟ براقبك؟ اه الاسطوانة بقى، قولي لي انا براقبك. كنت بتكلمي مين؟ بكلم صاحبتي. وبتكلمي صاحبتك ربع ساعة فيا يا زينب؟ هو انت مش واثق فيا؟ ليه بتتكلم معايا كده؟ ليه يعني؟ ليه بتكلم معاكي كده؟ يعني ليه بتكلم معاكي؟ مليون مرة قلت لك بتخرج من سفت الجامعة على بيتك عدل. ليه بجد بتعاملني كده؟ هو انت شايفني واحدة مش كويسة؟ دايما اسلوبك معايا رخم، شكاك، حاسس ان انا بكلم حد تاني. ليه الاسلوب ده؟ هو ده اسلوبي يا زينب، عشان انت اللي موصلاني كده. ليه وصلتك لي كده؟ عملت ايه؟ وريني موبايلك يا زينب. وريني موبايلك؟ اه وريني موبايلك. مش كنت بكلم صاحبتك؟ وريني موبايلي. هو انت شاكك فيا للدرجة دي؟ اه شاكك يا زينب للدرجة دي. وريني موبايل. طب خد الموبايل اهو. هي ارتحت كده؟ ما بكلمش واحد صح؟ انا ما بقصدش كده على فكره. امال ايه بقى؟ انا عادي بشوف بكلمي مين يعني يا زينب، عادي يعني على فكره. لا انت مش واثق فيا. لو انت واثق فيا مش هتقولي وريني تليفونك، ولا هتفتش ورايا ابدا، ولا هتراقبني. لكن انت دايما شاكك فيا، يعني حاسس ان انا بعمل حاجه غلط. تراقبني ليه يعني؟ ايه اللي حصل مني عشان تعمل معايا كده؟ لنا يا اصحابك وجامعتك مقارنه صعبه جدا على فكره. انت ليه بتعمل كده؟ كده يا زينب انا ما ينفعش اتخلى عن الثلاثه. انا عايز اعرف حاجه، لو اختك مكاني واحد بيعملها بالطريقه دي مالكيش دعوه باختي. انا بسالك، تقبل ان حد يعامل اختك كده مهما يكون؟ رد عليا. لا مش هتقبل. عارف ليه مش هتقبل؟ عشان هي اختك. بجد انا قرفت، انا كرهت الحب يا ابني. انت كرهتني في الحب، كرهتني في حاجه اسمها حب. حاول تحافظ على اخر حاجه ما بيننا، الشعره الخير اللي ما بيننا. انت واخدني من بيت راجل على فكره، مش جايبني من الشارع عشان تعاملني بالاسلوب ده. انا مش هتكلم معاك تاني عشان تعبت من الكلام معاك. غرف داهيه. خلاص كده مبسوط؟ ارتحت لما وريتها قد ايه انت بتشك فيها؟ ليه بتعمل كده؟ مش معنى انك مشيت مع بنت او التانية فكل الناس تبقى زيها. وبعدين فعلا البنت ما غلطتش، انت بس اللي بتشك زيادة عن اللزوم. عمر الحب ما كان بالغيرة دي.